طبعا. طيب شايفها ازاي كثرة التغييرات؟ لا هي كثرة التغييرات في العادي يعني لو مباراه، يعني المباراه مباراه تدريبيه، مباراه جزء احنا اتفقنا ده جزء من الاحمال اللي موجوده في فتره الاعداد، فطبيعي ان في ازمنه هتتاخد بشكل مختلف، واتفقنا ان اقصى حمل اقصى حد هياخد يعني دقائق ممكن يبقى 75 دقيقه، هو كلهم في 60 في الدقيقه 60 خرجوا وحصل تغييرات. التغييرات توقيت الاهداف هو اللي بين ان التغييرات الكتير غلط. صحيح. التغييره اللي حصلت في تغييره مهمه اللي هي تغييره قفشه وتغييره عربي لما نزلوا اتنين في قلب الملعب، لما خرج ديانج والسوليه بقى عربي لعيب صغير لسه بياخد فرصته وعايز يثبت نفسه مع لعيب مش في مكانه، فهي دي شويه اللي تقدر تقول عندها يعني هي دي اللي ما خدمتش. وفي توقيت الاهداف كمان، توقيت الاهداف ان الهدفين جم ورا بعض على طول بعد التغييره، يعني اول بالزبط. ما التغييره حصلت الجونين جم في بدايه الشوط الثاني في حوالي 7 او 8 دقائق. مظبوط. فهي دي اللي بينت لك شويه ان انت حسيت بالتغييرات، حسيت ان ده في تغييرات حصلت والملعب فك شويه. ولكن التغييره ممكن تستفاد بيها بعد كده، يا تغييره قفشه دي ممكن تستغلها بعد كده، كانت موجوده قبل كده كابتن يعني على مر العصور اللي فاتت المدربين كلهم كانوا بيشتغلوها، ممكن تلاقي لعيب رقم 6 وبتجيب حد بتطلع الديفندر الثاني وبتجيب رقم 10 بتلعبه نمره 8 عشان يبقى عندك زياده. النهارده شوط ثاني كهربا بدأ من البداية يعني بيلعب رقم 10، هو مش رقم 10، هو بيلعب باتنين صراح فيرودين صراح بادجي في الوقت اللي نزل فيه، يعني بادجي وكهربا، ولعب جيرالد ولعب الشيخ 4 ولعب قفشة 8. فدي برضو ممكن في مواقف هتستغلها، يعني كهربا لما بعد الإيقاف بتاعه هتستخدمه بعد كده، ممكن تستخدمه فيرود، وجود برضو نفس الفكره موجود عن جونيور اجاي، برضو ممكن يبقى في فيرود تحتيه جونيور اجاي، بتديك حاجتين، اكنك بتلعب اتنين راس حربه صراحة عندهم المقاومات دي، وفي نفس الوقت لعيب رقم 10 يقدر يلعب رقم 10، فهو مش رقم 10 صريح ولكن بيأدي لك الدور، بيقدر يربط بين الخطوط بشكل كويس. فهي الوقت بتاع التغييرات بس هو بتاع الاهداف هو اللي بين لك ان في مشكله في التغييرات. عندنا خساره كبيره، خساره ياسر ابراهيم الاصابه بتاعته يعني انا شايف ان هي خساره كبيره، هو في الاصابه كانت في انكر رجله وهيروح يعمل اشعه بعد المباراه ان شاء الله. ان شاء الله يبقى كويس، نطمن عليه. ان ياسر ومتولي عاملين ثنائي كويس، وانا شايف ان هم الماتشات اللي ادوها مع بعض ادوها بشكل كويس وكان مردودها كويس طبعا. يعني ده ما يقللش من رامي وايمن خالص، ولكن انا شايف ان دول اقرب، يعني دول يعني لو ياسر موجود هو ومتولي هم عملوا ماتشات كويسه مع بعض وكان في استقرار فيها بشكل كويس والكره بتطلع كويسه وكان في بيدوا مردود كويس، فانا شايف ان ده دول عنصرين مهمين جدا يبقوا موجودين، مع كمان وجود برضو الشكل النهارده ممكن يديك ان ممكن يبقى موجود قفشه وممكن في تحت راس الحربه ممكن يبقى موجود قفشه، رمضان، جونيور، ممكن يبقى معاهم مروان او بادجي على حسب احتياجاتك المباراه، ولكن في ثوابت ثانيه خلاص هتبقى موجوده، علي معلول ثابت، محمد هاني ثابت، ديانج والسوليه ثابتين، اعتقد هو المتغيرات كلها لو اصابه يعني لا قدر الله ياسر ابراهيم مش موجود ممكن يبقى فيه عنصر مكانه ايمن يدخل او رامي، فاعتقد يعني انت اخذت اللي انت عايزه من المباراه التحضير الجيد وفي نفس الوقت استقريت على 70 او 80% من العناصر اللي انت هتستخدمهم في الفتره الجايه. كابتن هاني